من وانا صغيره مثلا كنت اشوف في الشارع الرصيف متلون ومعمول جديد وجميل، وبعدين بعد يومين الاقي الرصيف ده اتهد واتعمل تاني متلون وجميل وجديد، وبعدين بعد شهر الاقي الرصيف ده اتهد واتعمل تاني. فلما كبرت كده بدات افهم انه المحافظ اتغير، رئيس الحي اتغير، فكل اللي بيجي يهد القديم ويبني حاجة جديدة شبه القديم. فهل ده بقى جزء من ثقافتنا ان احنا مش عارفين نوصل للدرجة الكاملة من ثقافة البناء على ما تركه طبعا من سبق؟ ده اللي انا قلته، غياب الرؤيه. انا مفترض النهارده مسؤول خلاص عن في رؤيه للدوله، رؤيه 2030 ايا كان سين صاد هيجي هيكمل للرؤيه دي بس. لا لكن انا مش بتكلم على دي، انا بتكلم على ثقافه المواطن العادي، مش وجهه نظر الدوله، مش وجهه نظر المتخصصين، بتكلم هل ثقافتنا بقى مترسخ فيها ده؟ طبعا هي مرتبطه بثقافتنا بقى، ده الجزء اللي انا قلته صحيح، والجزء الثاني حضرتك بتتفضلي بيه ايضا صحيح، فكره ان هي ثقافه، فكره الشخصنه، فكره ان انا اللي عملت، مش فكره ان ده توجه دوله، مش فكره ان انا بكمل مش غيري. كلنا مع طبعا بعض. ان انا لما باجي بهد اللي اشتغلوا قبلي ولازم اقول انا، فكره ثقافه نحن غائبه، ثقافه الانا هي اللي ظاهره. وبالتالي ما ينفعش العمل الاجتماعي العام كلنا شركاء، فكره الشراكه المجتمعيه، فكره التعديلات الدستوريه دي قائمه على فكره الشراكه. احنا بنقول للمجتمع، بنقول للناس انزلوا، لان انا مش هعمل تعديل دستوري ملقى من نظام السياسه او من الرئيس، انا عملت تعديلات دستوريه، لا هي فكره المفاجأة. طبعا، لا مشاركه سياسيه ايضا حضرتك تفضلت بيه، مشاركه تنمويه، شراكه حقيقيه وليست منتج فردي. اي حاجه في الدنيا، اي مجتمع متقدم قايم على الفكره دي، فكره الشراكه المجتمعيه، فكره ان انا بحقق التنميه كمنتج اجتماعي، منتج تشاركي. طب ليه دكتور احنا هنا مثلا بنتكلم في ناحية مش دستورية او قانونية، بنتكلم في ناحية اجتماعية، البشر يعني الناس، هل احنا هنا بنتكلم عن انه الاستفتاء الشعبي فهو بيتوافق مع الثقافة المصرية في ان احنا نبدأ يبقى صوتنا مباشرة بيوصل، في دول اخرى بيبقى الاستفتاء من البرلمان او مجلس الشيوخ بتاعهم او مجلس الشعب او ايا كان كريملين او غيره، فبيبقى الاستفتاء في النقطة دي بس وما بيوصلش للشعب، هل الشعوب هناك بتبقى مهيئة لده؟ يعني معدل ده، فما بيبقاش فيه ردود فعل ولا بيبقى فيه ردود أفعال من أكيد في رأسك؟ ردود أفعال، لكن أنا هتكلم عن مجتمعنا المصري، فكرة إن أنا أشعر إن إحنا بنقول النهارده انزل وشارك وإن ده حق أصيل ليك، فكرة إن أنت تهتمي بالإنسان المصري، ده جزء من بنائه، إن هو ليه هوية وليه كينونة، لابد إن هو يشارك ولابد إن هو يصنع الحدث. فكرة أنا شاركت في أكتر من تقييم لبعض المشروعات تمويلها كان أجنبي، فكانوا دائما يشترطوا فكرة المشاركة، حتى لو المشاركة دي هتتطلب ان هو يشارك بجنيه رغم زهد المبلغ، لكن فكرة هو قيمة المشاركة، يعني بيؤكدوا على قيمة المشاركة، ان فكرة انت تشارك في صناعة حدث، ان انت تتفهم للمتغيرات اللي المجتمع بيعيش فيها، لمشكلاته، تبقى فاهم طبيعة التحولات اللي بيمر بيها، المخاطر اللي المجتمع اللي انت بتشوفه دلوقتي او كلنا بنشوف على السوشيال ميديا حجم الخطر اللي بيواجه مجتمعنا قد ايه. وحضرتك قلت ايضا تفضلت فكره التربص، ثقافه التربص في اخرين متربصين ليكي، متربص على نجاحك، تضخمت الثقافه دي طبعا طبعا، وقاعد طول الوقت يشكك. والسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي اججت من هذا، من ثقافه التربص، ساهمت في تضخمها طبعا يعني. طبعا انت طول الوقت حد متابعك كويس جدا وعنده اداه جذابه واداه بتقدر توصل في كل منطقه في مناطق العالم، في لحظه واحده يقدر هو يقول فيك اللي هو عايزه وبحريه تامه ودون احساس بالمسؤوليه، فبيقدر يتكلم. فثقافه التربص بقت موجوده، حضرتك ممكن تكوني ملتزمه في عملك بشكل كويس جدا، بتشتغلي ساعات طويله، بتحققي نجاحات، ورغم ذلك تجد من يتربص بك ويقلل من هذه النجاحات. لما نقول النهارده ان المجتمع المصري بيعدل دستوره لتحقيق اهداف استراتيجيه في الرؤيه، بيحقق نجاحات في بعض المجتمعات العربيه الاخرى، مش لا نقلل منهم ولكن دي حقيقه، ما قدروش يوصلوا لده وما زالوا متعثرين، فاكيد في، بالاضافه للانقسامات الداخليه اللي بعض الشرائح اللي قاعده بتتربص لنجاحاتك وتقلل منها وتقلل من اهميه المؤسسات المؤسسه العسكريه والمؤسسه السياسيه في مصر، فطبعا دي محاولات بتضعف انتمائك لبلدك. وبالتالي يبقى يصبح المنبر بتاع استاذ القصواء مهم جدا في ان هو يشكل ويعضد من الانتماء والولاء للشباب المصري. النهارده لما بنشوف المشهد في التصويت على الاستفتاء،
كل شرائح المجتمع المصري موجوده. المراه خلي بالك من المشهد ده، انا اقول حاجه بس فيه، المراه موجوده بكثافه. ها عشان 30%، الشباب عشان 50%. لا مش بس كده، والشباب موجودين وذوي الاعاقه موجودين وبكثافه. خطاب الرئيس، خطاب الرئيس بيستهدف كل شرائح المجتمع المصري وبيختصهم بكلمات محدده. شوفي وعي السياسي قد ايه. انا بختص شرائح المراه، الشباب، ذوي الاعاقه، كبار السن، انا بخاطب البسطاء، كل نازل وفي طاقه ايجابيه حقيقيه انت بتشعريها، بتشوفي كده في بارقه امل. في صعوبات الرئيس قال واتكلم عنها، في صعوبات، ما احنا قلنا في صعوبات اقتصاديه طاحنه، قدرنا نعبر الكثير منها، وان شاء الله اللي جاي، ان شاء الله اللي جاي افضل بينا زي ما قال الرئيس، بينا ومن خلالنا، بس من خلال مشاركه حقيقيه. فكل الامور دي بتعكس تحول ايجابي. محتاجين احنا نستثمره، يعني احنا محتاجين بعد التعديلات دي نستثمر ده في البناء بقى، ونستكمل عجله العمل والمشروعات التنمويه الضخمه والعملاقه. فاحنا محتاجين الدعم الحقيقي، محتاجين نبعد عن النقد اللي دائما نقد سلبي. عينينا للاسف الشديد بعد ثوره يناير، للاسف الشديد النقد السلبي بقى اكتر من النقد الايجابي. ده ليه يعني يا دكتور؟ للاسف الشديد اقول كده بكل صراحه ان الثوره، للاسف ثوره يناير اظهرت في الشخصيه المصريه فجاجه معينه طبعا او كده، اظهرت يعني اشياء سلبيه كثيره جدا. ان النهارده العين ما بتشوفش الا الجانب السلبي فقط. مهما تحققي نجاحات، انا عيني فقط على السلبيات وقاعد متربص للسقوط. ما هو طبيعي، طبيعي ان انا وانا بشتغل ان مره اصيب ومره اخطئ، دي الطبيعه البشريه. مش هفضل طول الوقت بنجح ومش هفضل طول الوقت بصعد. انت كل شويه احنا بنتكلم عن المجتمع المصري جزء من المجتمع العالمي، اي مخاطر واي تحولات بتحصل في المجتمع العالمي بتنعكس عليك في المجتمع المصري. انت جزء من كله. طبعا طبعا، وبالتالي اكيد هتمر بتغيرات ضخمه جدا، بس مهم جدا اللي بالداخل كل مواطن مصري يبقى فاهم دوره، ويبقى فاهم ان هو محتاج دعم يدعم الاخر في الرؤيه، يدي طاقه ايجابيه. ايضا بنعول على الاسره، التنشئه السياسيه مهمه جدا.